مرحبا. عم تستعد اليابان لإنتاج سيارات صديقة للبيئة بتشتغل على الهيدروجين بدل البنزين، وهالتكنولوجيا رح تعطي دفعة جديدة للتنافس بين الشركات باليابان وبغير بلدان كمان لتصنيع هالنوع من السيارات، خصوصاً إنه الدولة اليابانية قررت تدعم هالصناعة حتى ما يتخطى سعر السيارة 50,000 دولار أمريكي، وهيك بيقدر كل مواطن يشتري سيارة صديقة للبيئة، بلكي بتخف شوي درجة التلوث بالعالم. بالعودة إلى طقسنا، أجواء صيفية مستقرة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة مرتفعة، الرطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة والبحر مائج شوي، حرارة 129. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة، وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 22، على المرتفعات 20، بالبقاع 15 والأرز 12، وبننتقل تنشوف كيف رح تكون درجات الحرارة لليوم ببعض المناطق اللبنانية. على الساحل وتحديدا بالشمال ببينه 22، رحبة 22، جربتا 30، برج حمود 33، لبعة 31، وصول 30، بنت جبال 28، نبطية 27، دير القمر 29، وبعبدات 28، بقع كفرة 22، والهرمل 34. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و85%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 12 و45 كم/ساعة، رياحا بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 24 أدناها أقصاها 34، نهار الثلاثة بتتراوح بين 23 و34، ونهار الأربعة بين 24 و33 درجة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 30، دمشق 38، والدوحة 43، تونس 34، والجزائر 35، ومننهي مشوارنا بباريس 22. وهيدا كان كل شي. باي.